أهلا بكم في أخبار المساء. انطلقت حملة حقوقك محمية بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية تحت رعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة. تهدف الحملة إلى إيجاد سوق متوازن لتحقيق المصالح المشتركة للمستهلك والمزود على حد سواء. أعلنت الشركة العمانية للاستثمارات والتمويل على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط إنها تلقت خطاباً من البنك المركزي العماني يمنحها ترخيصاً للعمل كمقدم لخدمات الدفع. توقعت الأرصاد الجوية العمانية وجود فرص لتشكل السحب المنخفضة والضباب على أجزاء من المناطق الصحراوية بمحافظات الظاهرة والبريمي والداخلية وشمال وجنوب الشرقية، مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstories.com.